مرحبا، اليوم راح أحكي عن Screen Tip والSelection Pane بMicrosoft PowerPoint. بنبلش بScreen Tip. Screen Tip مثل ما الاسم بيدل هي Tip أو Pop-up Message ببين على Screen. Example، أنا راح أضيف Shape، راح أروح على Insert وأضيف Smiley. هيدا Smiley بدي واحد مثله، راح أعمله Copy Paste. حط واحد حده، ولاحظوا عادة أنا لما بضيف شيب أوقات ببين عندي يلو سكوير، ليكو بس قرب الماوس كيف يتغير شكله. هيدا السكوير بيسمح لي عدل بالشيب. أنا هيدا سمايلي بدي أعمله ستاب سمايلي، فعملت كليك وعدلته. بدي إنه بس قرب على هالسمايلي أول واحد يبين بوب أب مسج هابي سمايلي، بس قرب على الثاني يبين بوب أب مسج Sad smile. تعملها رح أفوت على الأول وروح على Insert، اختار Hyperlink. بHyperlink ببين عندي بالزاوية على اليمين button Screen Tip، بتفوت عليه Screen Tip Text، رح أكتب فيه Happy Smile. أوكي، ولاحظوا إنه button أوكي هون is disabled. ليه؟ لأنه الهايبر لينك هي تعمل لينك يوديني لمحل معين. أنا لأنه ما بدي يوديني لغير محل بقول له خليك بقلب السلايد، وأنا موجودة بسلايد 2، فبروح بختار place in this document وبنقي سلايد 2. أوكي، نفس الستبس رح أعملهم للثاد سمايلي، كليك عليه insert Hyperlink Screen Tip Sad Smiley. أوكي، ولأنه بدي إياه ضلوا محله ما ينقلني لغير محل Place in this document Slide Tool موجودة فيه أنا. أوكي، تشوف الإيفكت تبع السكرين تيب، بعرض قرب أول سمايلي ببين البوب أب مسج هابي سمايلي مع الإيد، قرب على الثاني ببين البوب أب مسج ساد سمايلي كمان مع الإيد، وقد ما كبست رح ضل أنا بنفس السلايد. الشغلة الثانية رح أحكي عنها هي السلكشن بين. أنا إذا بدي أعرف هيدا سمايلي شو رقمه وهيدا شو رقمه، بروح على الهوم. بالهوم بالأديتنج في شيء اسمه Select، بختار Selection Pane، بكبس عليه. بالSelection Pane بتبين لي كل الأوبجكتس الموجودين بقلب السلايد. هون عندي أنا 2 سمايلي، فبين Smiley Face 5 و Smiley Face 4. تعرف هيدا شو رقمه، بعمل كليك عليه بضوي دغري هون وببين Smiley Face 4، لكن هيدا سمايلي رقمه 4. كليك على هيدا سمايلي رقمه 5. لكن Selection Pane هي بتسمح لي أعرف شو هو الأوبجكت، شو اسمه ورقمه، ودغري بتضوي لي إياه اللي عملت له Select. Thank you.